بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو مواعيد المباريات الودية لمنتخبات العالم اليوم الثلاثاء 27 مارس والقنوات الناقلة. في البداية عزيزي المشاهد، أدعوك للاشتراك في القناة ثم تفعيل رمز الجرس ليصلك كل ما هو جديد ومفيد لدينا مباشرة. في إطار الاستعداد لكأس العالم 2018 في روسيا، تحفل ملاعب العالم اليوم بالعديد من المباريات الودية. المباراة الأولى بين روسيا وفرنسا في الساعة 6:50 مساء بتوقيت القاهرة، 7:50 بتوقيت مكة المكرمة. تنقل المباراة قناة بين سبورت 2. مباراة إيران والجزائر وتكون في الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة. مباراة مصر واليونان في 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة قناة أون سبورت. مباراة تونس وكوستاريكا في 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، 9:00 مساء توقيت مكة المكرمة. مباراة رومانيا والسويد 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. مباراة ألمانيا والبرازيل 9:45 مساء بتوقيت القاهرة، 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة. تنقل مباراة ألمانيا والبرازيل قناة بين سبورت 1. مباراة بلجيكا والسعودية في الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة، 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة. مباراة المغرب وأوزبكستان وتكون في الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة. أما مباراة نيجيريا وصربيا فتكون في 9:00 بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة قناة بين سبورت 4. مباراة انجلترا وايطاليا تأتي في 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة قناة بين سبورت 2. مباراة استراليا وكولومبيا في 9:00 بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة. مباراة اسبانيا والارجنتين في 9:30 بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة. شكرا لك عزيزي المشاهد، ولا تنسى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.